اجي اجي اللي كتقلب على شقة غزالة من الفراش ديالها، ابارتمون رائعة دوليكس، المساحة الكبيرة والفراش الجديد والاصلاحات ديال 2025. شقة غزالة رائعة وصعية كاينة، اطلالة سون فيزافي، والمدخل كبير وثلاثة البيوتة واللي بغيتيها تلقاها. شقة غزالة قريبة لوسط المدينة، فيها 93 ديال المترو في الإيطاج الثاني، وكاين لاسانسور، كاين العساس ديال ليل النهار، وجا مجمع اللي هو مسدود، وكاين جردة في وسط المجمع اللي يقدروا وليداتك يخرجوا يلعبوا فيها، وكتطلل عليهم يعني كتأكد أن وليداتك بصحة وسلامة. أبارتمون غزالة كبيرة، جوج ديال الصالات، جوج ديال الواجهات، 93 المترو، وغير في الطابق الثاني ولاسانسور كاين. فين جات هاد الشقة هادي؟ هاد الشقة جات بالضبط في مسنانة طنجة. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش مسنانة فين جات، واخا هي راه أغلبية لي زابارتمون بعناهم هنايا، فدابا الطلب ديالكم اللي عجبنا لكم هاد الشقة هادي. مسنانة جات قريبة لأسواق السلام، قريبة لرون بوان ديال الأطلس، قريبة البحر ديال الأشقار وسيدي قاسم، قريبة شارع مولاي رشيد، وإيف وصلتي شارع مولاي رشيد غير كمل فافلوري وهانتينا في إيفيريا. شقة غزالة من الحجم الكبير، 93 ديال المترو، طابق الثاني ومعاودة بالإصلاح كاملة. دابا أجي نوريكم الصالة ديال هاد الدار. هنا كتلقى الباب ديال الدار، إن فوا كتفتح كتلقى هاد الوسوعية كاملة أنفاس عينك، سي جوغ سي جوغ في صالون، يعني واحد ليسباس اوفير غزال، يعني كيريح العين. وصراحة الله تجي شي جلسة العروسة هنايا، علاش؟ حيت صالون في قلب صالون ومفتوحين على بعضياتهم، يعني المساحة يعني هاد المساحة هادي راه واخدة النص ديال الشقة، وابارتمون اللي معاودة بالإصلاح كاملة تبارك الرحمن، الشقة ما تسخاش تخرج منها. دابا اجي نديطي ليكم قنت بقنت. هنايا كنلقاو بانهم اختاروا انهم يعملوا هذا الاسباس هذا خاص بالتلفازه، عملوا هذا القبص هذا لشكل لشكل ديال الحجر، عملوا تحت منه هاد القنصوره هذه ديال الصبابط بهذه الديكورات هذه. نسيت ما قلت لكم، واش هاد لابارتمون غتباع بالفراش ولا خاويه؟ انت واللي حبيتي اسيدي، انت واللي حبيتي الاله مولاتي، بغيتيها بالفراش مرحبا، بغيتيها خاويه مرحبا. المهم هي صراحه الله مصوبه بالعشق بالاتقان، كل حاجه تحطات في بلاصتها. علاش؟ حيت السيده ما كانتش ناويه البيع نهائيا، كانت شاء الظروف، يعني واحد كيضطر انه يسخب الملك ديالو، واخا يلاه صلحاتها، يلاه دابا هادي عام باش كملاتها في الاصلاح. هنا يعاود كنلقاو سيجو، هو صالون واحد، هو ما مفروقش الحقيقه، اختارت انه تفرقو في هذا الاتجاه هذا، اختارت انها دير هذا الكنابي هذا، التكايه ديالو ديال الخشب، ودارت هذا الكنابي النوعيه الممتازه بهذا اللون هذا، اختارت انها تلعب بين هاد لي دو كولور، عطاو جماليه ورونق للصالون ديالنا، وراه كملت حتى الاسباس هذا، راه دارت واحد الفوتي اللي نفس التيم ديال الفوتي اللي كاين مع الدخله، واختارت انها تكمل هاد الديزاين هذا في السقف ديال هذا، راه قبص اختاروا انهم يعملوا لي هاد الصباغه، والسقف كامل مزوق بلي سبوت، بالطريه ديالو، بالليد ديالو، يعني شي حاجه دوليكس، شي حاجه اللي ما تحشمش بيك اذا كان عندك بنيه بغيت يعني تخطب ليك او لا عندك شي مناسبه، ما تحشمش بيك هاد لابارتمون، اصلاحات المستوى. وعاد هنا كنلقاو الاسباس الثاني اللي كيف ما قلت لكم هو راه ما مفروق لا بحيط لا بقوس لا بوالو، بالحق التفريشه كيفاش لعبات عليها هي اللي كيفاش عرفت انها تفرق باش خرجات جوج ديال الصالونات صالون واحد. الصالون ديالنا بالنسبه للناس اللي غادي يبغوا مثلا ياخذوها بالفراش، ديطيت لكم في الصالون الاول، دابا غادي نديطي لكم في الصالون الثاني، راه جا داير بالستادر والكتارة ديالو، الكوانات، الميسيتات، الديكورات، يعني إذا بغيتو تاخدوها بالفراش راح كتاخدو شي حاجة مصوبة بآخر ما كاين ومصوبة بالعشق. من الإصلاحات اللي دخلات عاود في هاد الصالون أنها دارت حتى هو بهاد الستيل هذا ديال القبص بلي سبوت والليد ومطع ديال الترية،
وكيف ما كتلاحظوا يعني راه حتى الصباغه دارت الصباغه ديال الخيال، او كيف ما كيقولوا ليها الياقوته، الصالون كامل. وحتى الطيقان راه دارت الومنيوم من اخر نوعيه، يعني ابارطومون اللي ما عندك ما تخسر فيها، حتى اذا خديتيها فراشها عجينتينا وليداتك والمدام غير بالماليطه ديالك ومرحبا بكم في طنجه. من بعد ما شفنا السيجور، الصالون المبهج الغزال تبارك الله اللي كيعطي هاد النظره المفتوحه للعين، يعني هي صراحه الابارتمون ما عندهاش الفيزافي، وحقتها ملي كتدخل الصالون راه ما عندكش الفيزافي، كتدخل كتبان لك هاد المنظر الرائع مع الدخله. وهاك كما قلت لكم هاد الابارتمون فيها 93 المترو، 3 البيوت هاد النعاس، الكوزينه، الحمام، وجوج ديال لي بالكون. فباغي ندخلو باش نشوفو الكوزينه ديالنا اللي راها معوده حتى هي تبارك الله كامله، الكوزينه اللي تحماق عليها اي مراه كيف ما كتلاحظوا، لوسعيه كاينه، الاسباس كاين، وحتى التنسيق ديال الالوان راه كاين. اخترت انها تعمل هنايا لورنيه، عملات فيها هاد النوعيه هذه ديال البلاكارات ديال الخشب من فوق اللورنيه. اختارت انها، سمحوا لي، اختارت انها تعمل لومبلاسمون ديال الثلاجه هنايا، وعاد البلاصه اللي خاويه حتى هي دارت فيها بلاكا. اختارت انها تبدل نوعيه الزليج، هنايا دارت هاد الزليج هذا اللي فرقاتهم بهاد السينيفه، يعني صراحه طلع شي حاجه المستوى معتبره وديليكس. وبالنسبه للسقف حتى هو راه اختارت انها دورو كامل بالليدات وبالسبوتات، واذا ديتوها بالفراش راه غادي تاخدوها بالثلاجه، بالفران، بالماكينه ديال القشوع. غتقولوا لي بلاتي فين موطع الطياب؟ موطع الطياب ما درتوش هنايا نهائيا. اذا لاحظتوا هاد الكوزينه خاصه غير بالتقديم، هاجي نوريكم الجهه ديال الطياب. اخترت انها البالكون دي تخلي هاد المساحه هذه، باش اجي تشوفوا، اجي اخترت انها دير هاد المساحه هذه خاصه بالطياب، دارت ليه لورنيه خاصه مع الطاقه، يعني الريحه ديال الماكله كتخرج لكم ديريكتومون مع الطاقه، ما كتبقاش عندكم الريحه ديال الطياب نهائيا في وسط الكوزينه. وكيف ما قلت لكم ابارتمون فيها 93 ديال المترو، وجات في الطابق الثاني، كاين لاسانسور، كاين لي كاميرا دو سيرفيونس، العساس ديال ليل النهار، وعندكم حتى اون بتيت جاردان فين يلعبوا الوليدات الصغار. يعني ابارتمون قريبه بزاف لوسط المدينه، ها قريب لكم شارع مولاي رشيد، قريب لكم رون بوانت دي اطلس، قريب لكم بافلوري، قريب لكم اسواق السلام، كاين طوكسيه كبارين وصغارين، يعني اللي يديكم للبحر او اللي يديكم للسونتر فيل، يعني ما تحرف ليكش هنايا. حتى المدارس العموميه والخصوصيه راها قريبه حداكم. دابا اذا لاحظتوا غادي نشوفوا لابارتي الثانيه، لابارتي الثانيه اللي مفروقه بهاد بتي كولوار، اللي مثلا تقدروا ديروا طويله صغيره هنايا بجوج الكريسات ديالها، ديروا واحد ليبروري مكتبه هنايا، يعني على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يستغل اسباس. بحق هاد الاسباس مع افيتو طونجي راه خصو يستغل، كل واسع كبير بحال هذا، هذيك المساحه راه غادي تجيكم فيها شي حاجه 100%. حتى الكولوار حتى هو راه فيه هاد النوعيه هادي ديال السبوت ديال الليدات، يعني ابارتمون مزوقه كتشعل. وعاد هنايا مجموع الحمام، ثلاثه البيوت هاد النعاس، تنشوفوا لكم الحمام هو هذا، دخلوا تشوفوا الفصاله ديالو، حتى هو راه معاود كامل، فيه هاد النوعيه هادي ديال الزليج، عنده الطاقه ديال التهويه ديالو، وحتى السقوف ديالو راه بالقبص وبليسبوت، يعني حمام كافي للاستغلال، مساحه كبيره. اختارت انها تعمل هاد اللافابو هذا اللي بالبلاكارات ديالو، البلاكار الثاني اللي مع المرايه، يعني هاد لي رونجمون كاملين في طور استغلال المساحه. ودابا هاجي ونشوفوا البيوت ديال النعاس، عندكم جوج الوليدات، عندكم ولد واحد، عندكم ثلاثة، عندكم ربعة، راه عندكم ثلاثة ديال الغرف حدا بعضياتهم. اجيو نشوفو الغرفة الأولى، الغرفة الأولى اللي حتى هي كبيرة وغزالة ورائعة، يا سلام،
كما كتلاحظوا فيها كاما ديال جوج الناس، بالكوكيته ديالها، بلا كوموند ديالها، يعني كل حاجه شاده بلاصتها. يعني هاد الغرفه هادي حتى هي راه فيها هاد البلاكار هذا ديال الحيط. بالحق هو راه ما كانش، هاد راه بلاكار الالومنيوم دايره السيده في وسط الحيط كيف ما كتلاحظوا. يعني راه المساحه كاين لي رونجمون، كاين لي بلاكار فين تخبعوا الحويجات ديالكم. ومن ناحيه القبص اجيو تشوفوا معايا، هذا بيدو راه اختارت انه تعمل ليه هذا الديزاين هذا. يعني كانت عندكم الوليد، كان عندكم البنيته، هاد الالوان هادو راه يصلحوا يا للبنيتات او للذكوره. غرفه اللي مشمسه جوج الواجهات، الواجهه الاولى هي هذه كتصبح فيها الشميسه، وفي العشيه كتكون عندكم من اتجاه اخر ديال الصالون وجوج بيوت هاد النعاس. يعني ابارطومون كامله مشمسه وضاويه. الغرفه الثانيه نجعل لكم غير الاصلاحات، ضروري ما نوريكم شنو نصلحوا في هذه الدار. الغرفه الثانيه الوسعيه ديالها هي هذه، كبيره رائعه كافيه للاستغلال. الشقه يعني من المستوى الرفيع، الفراش كامل دو ليكس راه كامل باقي جديد. الفراش كامل اللي كتشوفوه هنايا راه باقي جديد، راه السيده ما كانتش ناويه تبيع هذا لابارتمون نهائيا. هذا الاتجاه اختارت انها تعمل هذا القبص هذا اللي كيعطيكم انطباع انه حجر، حق ماشي حجر، خاص بالتلفازه. حتى اذا بغيتوا مثلا انكم تاخذوا لابارتمون بالفراش، اختارت انها السقف ديالو تعمل له هذا الديزاين هذا بالتريه، بلي سبوت، بالليد، شي حاجه بمستوى. والصباغه حتى البيوت هاد النعاسه هما دارت ليهم هاد الياقوته وهاد الخيال. وهاد البيت هذا بيدو بحالو بحال الصالون، كيطلل على الجريده ديال المجمع. شقه كبيره واسعه، جوج الواجهات مشمسه بالمزيان، ايطاج الثاني ما عندكمش الدرج بزاف. بغيتو تاخدوها بالفراش مرحبا، بغيتو تاخدوها خاويه على حساب نتوما والاحتياج ديالكم. والثمن المفاجاه ديالها خليكم معنا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا الثمن. دابا يلا نمشيو باش نشوفوا باقي لنا واحد الشومبر غادي نشوفوها هي الاخرى عاد نقول لكم الثمن. دابا اجيو نرجعوا باش نشوفوا الشومبر الثالثه اللي كاينه عندنا هنايا، شومبر بارونتال اللي فيها البالكون الخاص ديالها. شومبر اللي كبيره تبارك الله كما لاحظتوا، واسعه، هزا فراش ديال جوج الناس، هزا الماريو هذا راه ماشي ديال الحيط، هذا راه نورمالمون كيمشي مع الفراش. وديجا حتى هي راه عندها ماريو اخر ديال الالومنيوم في الحيط، يعني لا هذا ولا اخر ماريوات اللي غارقين كبار وعندهم حتى السده ديالهم. يعني هادو راه ديال الحيط غادي يبقاو مع لابارتمون واخا تاخذوها خاويه. هنايا كيف ما كتلاحظوا بالنسبه للناس اللي غادي يبغيوها بالفراش، كاينه فراش ديال جوج الناس، اختارت انها تعمل هاد الكولور هادو، اختارت انها تعمل هاد الديزاين هذا في الحيط خاص بالديكورات، واختارت ان القبص حتى هو دير ليها الديزاين هذا بسبوت والليدات ديالو. وكيف ما قلت لكم راه ديجا عنده بالكون خاص به. النهار اللي غادي تجيو ان شاء الله غتشوفوا الاطلاله، شوفوا معنا الموقع وتشوفوا واش بغيتوا تاخذوها بالفراش او لا خاويه. شقه عائليه بامتياز في وسط المدينه، قريبه شارع مولاي رشيد، جات بالضبط في مسنانه، قريبه لكم المدارس العموميه، المدارس الخصوصيه، المصحات، لي سوبر مارشي، بقاقل، الحمام، كل شيء هنايا حداكم. ابارتمون اللي فيها 93 ديال المترو، جات في الطابق الثاني، كاين لاسانسور، كاين العساس، كاين لي كاميرا دو سيرفيونس. هاد لابارتمون اللي كيف ما لاحظتوا المبهجه الواسعه، كتفاع يا اما بالفراش يا اما خاويه. والثمن المفاجاه ديالها هو 85 مليون خاويه و90 مليون بالفراش كامل. ايوا كيف جاتكم فيها 93 متر، يعني السيده هنايا راه من حقها انها تحسب 12000 درهم المتر. بالحق هي ما بغاتش تحسب لي حتى 10000 درهم، كتبيعها بالفراش 90 مليون وخاويه 85 مليون وفيها 93 متر. فسارعوا للاتصال اذا بغيتوا ما طال لكم شي هاد الهمزه. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.